يا هلا فيكم اعزائي المشاهدين من جديد. صفاء الشاطري خبيره تجميل سعوديه قدمت العديد من الدورات لتعليم فن الميك اب. نتعرف اكثر على اسرار الميك اب مع خبيره التجميل صفاء الشاطري. مساء الخير استاذه صفاء. اهلا مساء النور حبيبتي. بدايه خلينا نتعرف على قصه دخولك الى عالم الميك اب. اكيد كل البنات مهووسين بعالم المكياج والتجميل، لكن انت دخلتي عن طريق هوايه او دراسه؟ دخلت مجال التجميل يمكن من كان عمري 13 سنة، كنت مع الوالدة، شافت عندي حب وشغف للميك اب، شافت اني اسبقها على المركز اكثر منها، فالتمست فيني الابداع وفن التجميل واعطتني دورات مكثفة لما طورت نفسي اكثر واكثر. طيب بديتي قلتي عمرك 13 سنة؟ 13 سنة. طيب بعد كذا تخصصتي في هذا الشيء اكثر؟ تخصصت مع الدورات؟ مع الدورات تخصصت في فن التجميل. تقريبا عمري 15 سنه مسكت اول عروسه ما شاء الله اجهزها. طيب فن معروف انه عالم الميك اب عالم مره كبير والتجميل عالم مره كبير، غير دراسات فنك للمكياج واتقانه، في اشياء اساسيات لازم الميك اب ارتست تبدا تركز عليها، ايش هي الاشياء الاساسيه اللي انت بديتي فيها؟ بالفعل الثقة بالذات، الثقة أن كل ما تكون الخبيرة التجميل عندها قدرة على نفسها، على إبداعها، على احترافها في التجميل، توصل لها الثقة هذه إلى العميلة. عندها كمان تكون عندها فن حرص اختيار الجمال بدون المبالغة فيه، عندها تكون الثقافة بالميك أب لأنها راح تتجنبها على أخطاء كثيرة في الميك أب، تكون عندها الأسرار الدقيقة للتعامل مع أي زبونة وتسوي سرعة في الإنجاز. أنا عاد بجي لك نقطة نقطة الحين، ها؟ بعض المرات لازم خبيرة التجميل يكون عندها دراية مثلا بأنواع البشرة، هذا كله يساعدكم أنتم لما تسوون الميك أب نفسه يعني، فقد إيش مهم يركزون على أنواع البشرة وإيش الميك أب اللي يصلحها أو بالمعنى الأصح كريم الأساس المفروض يكون لهذه البشرة. جميل جدا، خبيرة التجميل ضروري تكون عندها دراية كاملة بأنواع البشرة، ومو بس بأنواع البشرة كمان بأنواع الأندرتون، لأن تختلف اختيار درجات الفونديشن مع اختيار نوعية الأندرتون اللي بيناسب كل زبونة. ممكن تجيك اثنين أخوات متشابهات في لون البشرة لكن أندرتون واحدة غير أندرتون أختها، فهذا الشيء راح يساعدها على أنه تطلع كل الزباين عندها او كل بنت تطلع اندرتونها بالاطلال بالاشيدو بالروج بالبلشر حتى ملابسها بعدساتها بصبغه الشعر كل شيء. يعني اصلا كله مكمل بعض، يعني السيده لما تبغى ميك اب تبغى اكيد شعرها يكون حلو لبسها يكون حلو أكيد. لكن في بعض المرات بعد المشاغل تروحين تسوي الميك اب يمكن في ما تكون هذيك الجوده، الكريمات الاساسيه اللي يستخدمونها حتى البلاشر الارواج اللي موجوده تكون ممكن تكون رخيصه، فهذا قد ايش ممكن اول شيء ما ينجح معها الميك اب بهذه، يعني ممكن تكون حتى مو صحيه كمان، تكون تجديد ماركات بعض المرات يعانون، ويفشل الميك اب كمان اللي تسويه، يعني حتى لون الشادو ما يضبط معاها. بالفعل بكل صراحة الحين السوق صار مفتوح عندك بالضبط. وشركات منافسة لشركات، احنا كخبيرات تجميل ضروري اننا نبحث عن الجودة اكثر من اننا نبحث عن السعر الرخيص عشان نوفر قيمة المنتجات نفسها. فضروري اني انا كخبيرة تجميل اخذ المنتج واجربه على نفسي قبل ما انزله على مركزي، هذه تعتبر سمعة. اذا السمعة انا ضحيت بها راح اضحي بفترة او العمر الافتراضي السيرة المادية أو المجال العملي. أستاذة سما بصراحة يعني أكيد الميك اب فن أوكي، لكن قد إيش ممكن الأدوات أو الماركات يعني تستخدمونها يساعدكم أكثر في إبراز الفن والمكياج؟ أكيد لما تكون المنتج عندك ذو جودة عالية وذو ماركة يعني جودتها قوية، غير لما تكون عندك الجودة رديئة، يعني مستحيل انك تقارني هذه بهذه ابدا، ما راح تقدر تقارني فيها. طيب استاذ صفاء اكيد معروف انه عالم التجميل متجدد، يعني في فتره من الفترات البنات مثلا في الميك اب كانوا يركزون على موضه الكونتور الابراز مثلا الوان ارواج معينه، انتوا هنا كخبيرات تجميل او انت بالذات هل انت تمشين مع ايش اللي دارج الحين في السوق ولا ايش اللي يناسب السيده؟ اواكب الاثنين مع بعض. شلون؟ يعني تجيني واحدة مثلا تقول لك انا بمحتاج اني احط كونتور، وهو دارج الكونتور بالفعل، لكن الفيس عندها ما ابدا ما يحتاج لها كونتور، ممكن احتاج لها بس هايلايتر، يكون فيسها جدا صغير، فلما انا احط لها الكونتور راح يخرب
فيس هو بالعكس بطلعها بمنظر جدا سيء. لكن لما تجيني واحده تقول لي انا ابغى حابه كونتور وفيس هيساعدني على اني اضع الكونتور، فانا واكبت بين الموضه وبين الفيس اللي وصل عندي. طيب انت ايش اهم شيء تركزين فيه في الوجه في الميك اب، او يختلف من سيده لسيده اخرى؟ يختلف من سيده لسيده. احنا شايفين بعض الصور موجوده معنا على الشاشه، زي الصوره هذه استاذه صفاء هنا موجوده. هذا كل شغلك؟ هذا كل شغلي. اها طيب هذا الميك اب ايش نوعه؟ سمبل كان؟ لا كان سموك. اوكي العيون قصدك كان تركيز فيها؟ كان تركيز الميك اب على العيون وعلى اخفاء النمش. فكانت الموديل عيونها مبطنه وذات الجفن النازل، فاحتجت اني اغطي لها اياها بالالوان الغامقه على نفس الجفن لاخفاء بروز العين. بالنسبه للنمش فانا هنا اخترت مصححات، ما اخترت الفونديشن يكون قوي. بس في بعض المدارس في الموضه ما تحب، بالذات الاوروبيه ما تحب انهم يخفون النمش. دحين دارج كمان عندنا احنا هنا في السعوديه إيه؟ يطلبوا بعض البنات ان احنا نضيف النمش، نزيد النمش، نحطه حتى لو ما كان عندها نمش نحط عليها نمش. والله بتحسين انه فعلا في مدارس تطلع لك في الميك اب، وفي زي الموضات زي هذا الميك اب كمان اللي شايفينه على الشاشه. بعض المرات تتهيألي يمكن الصعوبة في اختيار درجة كريم الأساس، بعض المرات في البشرة نفسها تلاقيها لونين، أو كريم الأساس للأسف بعض المرات تحطون كريم أساس يقلب على رمادي كمان. هذا اللي يقلب على رمادي لأن ما عرفت كيف تختار الأندرتون تبع الزبونة نفسها. إذا عرفت هي تختار الأندرتون كويس راح تختار التأسيس صح، راح تختار الأي شادو صح، راح تختار الأحمر الشفاه صح. فضروري أنها تكون على إلمام تام بالأندرتون. طبعا معروف أن الميك اب يمجلك الزبونة كأنك رسامة تبدأ، لكن في بعض المرات تواجهون أنتم بعض المرات بعض الصعوبات، عدم الاهتمام مسبقا بالبشرة، تكون البشرة تعبانة جافة متشققة حتى. فهذه الأشياء كلها قد إيش ممكن، هل ممكن أنتم تخفونها مع الميك اب، ولا مثلا تقولون أو تحضرون الزبونة مثلا قبل ما تحطون الميك اب؟ في ناس تحط أقنعة قبل ما تحط الميك اب، سيروم معين، كريمات معينة. بالفعل إذا كان عندك طريقة التهيئة صحيحة اضمن وتأكد أنه راح يكون عندك التأسيس ثابت إلى آخر السهرة، ويكون حيكون مشرق متألق. يعني تجيك بعض الفيسات ما تهتم في بشرتها، تكون جافة عندها قشور، تعاني من قشور، فلازم أنا أسوي لها سكراب، لازم أسوي لها ترطيب جدا عالي، لازم أستخدم لها برايمر معين، لازم أستخدم لها فونديشن معين. طريقتها غير طريقة مثلا البشرة الدهنية، البشرة الدهنية تكون دهنيه بزياده، فانا لازم اسوي لها غسول قبل، لازم استخدم لها برايمر معين، فونديشن معين. يعني كل وحده، كل نوعيه بشره لازم لها شيء خاص فيها، فضروري التهيئه قبل التأسيس. احنا بصراحه نشوف التهيئه اذا كانت عروس، لقيت تجي تعمل البروفه وتبدا التهيئه حقتها. لا ضروري التهيئه، حتى لو كان مكياج كان جدا سمبل عادي، ضروري التهيئه. طيب بماذا تتميز لمساتك استاذه صفاء؟ يعني يمكن كل واحده تحب تحط ميك اب، لكن ايش اللي يفرق اذا جيت انت حطيت الميك اب؟ انا احب لما اشتغل على الميك اب او اني احب اني اوضح شغلي لزبايني او اوضح شغلي اختار الموديل الصعبه. لما اختار الموديل الصعبه هنا تبان خبيره التجميل. الصعبه وين مثلا ممكن تكون في عيونها مثلا؟ تكون في عيونها، في مشاكل البشره، في حتى في رسمه شفايفها، في الانف. كل ما تكون صعبه وانت انجزتي خليتيها من مقبوله الى جميله، هنا انت سويتي شيء صح. طيب 2017 ماذا يتميز المكياج، بالذات مكياج السهرات في 2017؟ 2017 ربيع الصيف 2017 راح يكون مكياج جدا سمبل خفيف طبيعي، بس راح يلفت الانتباه في احمر الشفاه باللون الاورنج، بالفوشي، في الصيف وفي الشتاء؟ في الربيع وفي الصيف. في الربيع وفي الصيف الجليتر على الاحمر الشفاه حيكون موجود عندك. الشيء الاطلاله الجديده اللي حتكون في 2017 الكونتور حينقلب على اللونر الوردي عند عظمه الخد وعند ما بين الحاجبين. طب كخبيره تجميل ايش اهم النصائح اللي تقدميها بالذات للبنات المبتدئات في التجميل؟ المبتدئات اول شيء اقول لها اعتمدي على الاساسيات. كل ما كانت عندك معلومات كافيه بالاساسيات راح تعرف تتعاملي مع نفسك او مع غيرك في الميك اب، لانه لكل قاعده اساس ولكل اساس له شيء محدد او شيء خاص له. طبعا اكيد احنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك خبيره التجميل صفاء الشاطري، شكرا لك. العفو حبيبتي. اعزائي المشاهدين فاصل قصير لكن برنامج سيدتي مستمر في فقراته. في سيدتي بعد الفاصل. سعودية متخصصة تستعد لإطلاق برنامج واعي لنشر الوعي الوظيفي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.